في البداية الثورة قامت أصلا ضد الإسلاميين، شيء طبيعي جدا إنه كل المشاركين في السلطة في الثلاثين عاما الماضية هم مستبعدين من هذه الثورة، ده شيء طبيعي جدا. يعني أنا بعتقد إنه تباكي الإسلاميين دكتورة تيسير، الثورة قامت آخر لحظة. دكتورة الثورة قامت ضد الإسلاميين، السلطة مع عمر البشير، الثورة في السودان قامت ضد الإسلاميين أم ضد البشير ونظامه وشارك فيها إسلاميون؟ عمر البشير يعبر الجبهة الإسلامية القومية اللي هي تنظيم الأخوان المسلمين في السودان، شيء طبيعي جدا إنه هذه الثورة ضد التنظيمات الإسلامية المقاومة. طيب ابقي معي دكتورة، هل هذا التعميم منطقي دكتور محمد عبد الرحمن؟ لا ليس منطقيا، وأولا أحييها من هذا المنبر. تتكلم بصراحة دكتورة تيسير؟ أنا أتكلم بصراحة شديدة. أولا الجبهة الإسلامية القومية ليست الإخوان المسلمين، يعني لعل الدكتورة يعني تعود إلى التاريخ. الإخوان المسلمين افترقوا من عام 79، من عام 79 افترق الإخوان المسلمين، وكان الإخوان المسلمون معروفون بتيارهم الواحد الذي كان يقوده الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد وبروفيسور الحبيب يوسف نور الدائم، وبعد ذلك انقسم الإخوان أيضا إلى قسمين، تيار الإخوان المسلمين وتيار جماعة الاعتصام، وهذا كلام تاريخي معروف. البشير لا، خليني أسألك دكتور، ألم يشارك إسلاميون في هذه الثورة؟ طبعا. ألم يقدموا شهداء؟ أنا أتحدى الحزب الشيوعي أو أي حزب من الأحزاب اليسارية أن يقول لي الشهيد الفلاني هو عضو فيهم، لم يكن أطول. أما نحن عندنا 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 شهداء سقطوا، عندنا جرحى سقطوا، أبناءنا، أنا أبنائي وبناتي وأزواج بناتي كلهم كانوا في هذا الاعتصام وهم إسلاميون، بل كثيرون الإسلاميون بلا عدد يساو نسبة عالية جدا هذا الشعب السوداني. واضح تماما. خلينا أرجع دكتورة تيسير، أنتم بدأتم بداية خاطئة كما قال دكتور محمد عبد الرحمن في بداية الحلقة، أبرز هذه الأخطاء الآن استبعاد شريحة شاركت في هذه الثورة السودانية وهم من الإسلاميين الذين قدموا شهداء. ليس فقط الإسلاميون. نعم. يعني أتحدث عن هذه النقطة الآن، سأتي إلى غيرها. دكتورة تيسير، يعني كثيرون هذا الاستبعاد وهذا الإقصاء بداية خاطئة لشريحة شاركت في الثورة وقدمت شهداء، لماذا؟ أنا لا أعتقد أنه هو إذا يتحدث عن تنظيم الإخوان المسلمين بقيادة الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد، فهيك ده تنظيم مختلف من الجبهة الإسلامية القومية اللي كانت مشاركة أو اللي هي أنتجت الحكم في 89 مع عمر البشير، بالتأكيد هما مختلفين. لكن حتى تنظيم الإخوان المسلمين كان مشارك في السلطة في بعض الحوار الوذبة وشارك في السلطة مع عمر البشير، ما في شك في الكلام ده. أما أبنائهم بالتأكيد هنالك أبناء قيادات إسلامية مشاركين في الثورة، ما في شك في كده، ولا يمكن أن نبخسهم حقهم ولا يمكن أن نقول غير ذلك. هل هذا السودان السودان الجديد سودان الجميع أم سودان الإقصاء لشرائح مهمة في المجتمع السوداني دكتورة تيسير؟ أنا لا أعتقد بالإقصاء، أنا لا أعتقد هنالك إقصاء. نحن نتحدث عن فكرة انتقالية فلينتظر هؤلاء الأخوان المسلمين وكل التيارات الإسلامية أن تنتهي الفترة الانتقالية ويصبح بعد ذلك فرصة للانتخابات ويشاركوا فيها. ثانيا، أي من الأخوان المسلمين أو التيارات الإسلامية الذي لم يشارك في فساد والذي لم يحاكم فيه أو الذي لم يسبب مشكلة أو الذي لم يسبب في إشكال في طيلة الثلاثين سنة السابقة، ما في حد يتعرض له. بالعكس. بس دكتورة هل شارك من الإسلاميين هل تمت مشاركة إسلاميين في الثورة ضد نظام البشير؟ ألم يقدموا شهداء؟ نعم أم لا؟ والله أنا ما عندي فكرة إنهم قدموا شهداء ولا لا، يعني ما بقدر. أنت مش عارف شهداء الثورة السودانية يا دكتورة؟ معقول؟ عارفة شهداء الثورة السودانية لكن ما عارفة دور من الإخوان المسلمين. والله ما أعتقد في اسم محدد، خلي الدكتور محمد عبد الرحمن يحدد لي اسم محدد، لكن أنا اللي أعرفه إنه أعرف شهداء الثورة السودانية وأعرفهم وأسماءهم ومناصبهم وكل شيء. غادي يكونوا شاركوا في الاعتصام، بالتأكيد الاعتصام كان مفتوح
ومفتوح لكل التيارات وهم شاركوا فيه من ضمن التيارات ايضا لا ادري بشكل محدد. طيب خلينا نحكيها بصراحه دكتوره وانا المسلمين موجود في الاعتصام مره اخرى. نعم. هل نحن مع سودان جديد لجميع ابنائه ام مع بدايه مرحله انتصر فيها اليساريون على الاسلاميين وستبدا ربما مرحله انتقام؟ انا اعتقد قوى الحريه والتغيير ليست بها يساريين فقط. فيها التجمع الاتحاد المعارض وهو ليس بيساري، فيها حزب الأمة القومي وهو ليس بيساري، فيها تنظيمات مختلفة كثيرة وليست بيسارية في البداية، نثبت هذه المسألة، ولكن هذا هو سودان جديد مفتوح لكل ما المواطنين الموجودين فيه بشكل متساوي وموحد، لا يوجد إقصاء لأي طرف من الأطراف، أما إدارة الدولة والسلطة فهي الآن الثلاث سنوات الفترة الانتقالية هي إدارة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وأنا أعتقد أن بشكل طبيعي يكون في فئة محددة هي الحاكمة. لكن دكتورة ألا تعترفون بشريحة مهمة من السودانيين هم الإسلاميون يمثلون شريحة واسعة اليوم من المجتمع السوداني، أليس كذلك؟ أنا أحترم كل من له رأي أو فكر حتى وهو مختلف معي، أحترمهم تماما، أقدرهم، ولكن لهذا لا يمنع أنهم لن يشاركوا في هذه السلطة، شيء طبيعي جدا، هم لم يقوموا بالثورة ولم يشاركوا في الثورة، ولذا لم يفهموا في إدارة هذه الدولة. طيب ابقي معي دكتورة.